حقوقي على أمتي عليه الصلاة والسلام محبته أكثر من النفس والوالد والولد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا لا يؤمن. ومعنى الإيمان هنا كمال الإيمان. أما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهي من أصول الإيمان، بحيث يحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون مسلما إلا أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونه يحبه أكثر من نفسه ووالده وولده، هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان محبة النبي عليه الصلاة والسلام عند كل مسلم. لكن من يقدم هذه المحبة على محبة نفسه وولده؟ فلقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده. والدليل على ذلك لو سأله ولده شيئا محرما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام فأطاع ولده وأعطاه. هذا يدل على أنه قدم محبة الولد على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وهذا ينقص الإيمان، يكون تكون المحبة ناقصة. وكذلك الناس، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. فالخلاصة أن هذا من كمال الإيمان، كونه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. بمعنى ذلك أنه يقدم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام على ما تهواه نفسه وما يهواه ولده ووالده. هذا هو من كمال الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذاق، فالإيمان له ذوق. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا يدل على المحبة الكاملة لله. جميل. ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.